هذا سائل يقول: هل صحيح هذه العبارة؟ إن هناك خلل في التربية ما سلم منها حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من فلتات اللسان، هذا الكلام من فلتات اللسان ومن سوء الأدب، فلا يعمم الحكم على الأمة ولا سيما على الصحابة رضي الله عنهم، فيقال فيهم إنهم لم يسلموا من سوء التربية. هذا كلام فاسد وتعميم باطل، ولا يجوز الكلام بمثل هذا.